الأخبار من أونلاين. أهلاً رغدة وأهلاً بكم وإلى التفاصيل. نبدأ مع الملف السوري، حيث فرضت قوات الجيش السوري حصاراً على مناطق تحصن المعارضة المسلحة في مدينة درعا. أوضحت مصادر أن الحصار المفروض يأتي تمهيدا لإعادة السيطرة على كامل المدينة، حيث أكدت المصادر أن الجيش السوري تمكن من استعادة السيطرة على قاعدة عسكرية رئيسة غربي المدينة دون قتال. هذا وتشهد درعا انتهاك للاتفاق الذي توصلت إليه المعارضة المسلحة وروسيا، ويقضي بتسليم أسلحة المعارضة مع ترك المدينة وبلدات أخرى في المحافظة الجنوبية على الحدود مع الأردن. وقد أكد الجيش الروسي أن أعداد القرى والبلدات التي انضمت لاتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا قد ارتفع إلى 90 قرية، فيما تستعد آليات الجيش الروسي لإجلاء نحو 1000 مسلح بالإضافة إلى أسرهم من منطقة خفض التصعيد عبر ممر إنساني. هذا وأوضح مركز المصالحة الروسي أن المغادرين من المقرر أن يتوجهوا لمحافظة إدلب في الشمال السوري. ننتقل الآن لكي نتابع اجتماع حول الإعلان عن بدء دراسة المخطط العام للموانئ البحرية المصرية. إلى هناك. إن ده طال انتظاره وأصبح احتياجا ملحا، يعني ما فيهوش طرف، ده لازم يبقى هذا المخطط هيكون ملزم إن شاء الله لكل الأطراف حتى نواكب العالم البحري سريع التطور وسريع التغير. لان حقيقه يعني النهارده لو كنا بنتكلم على دايما، يعني هستعير كلمه دايما الحقيقه المعالي الفريق بيقولها، بيقول ان حقيقه مصر دايما هي دوله بحريه، وكان فعلا كلنا شعرنا بيها ان في سنه باراده شديده من القياده السياسيه ربنا وفقنا وعملنا قناه جديده بطول 75 كيلو، ومحدش كان متخيل ابدا ان احنا هنعملها في سنه. طب احنا عايزين بقى ناخد الجين ده. هو الجين ظهر عندنا ان في ابتدت مع زياده النمو والتجاره العالميه ابتدى الحمد لله الاثار يعني الايجابيه ابتدت تظهر في قناه السويس، ويمكن معالي الفريق دايما بيعلن عن هذه الارقام. احنا بقى بنتطلع برعايه كامله من سياده الرئيس ان احنا لموضوع التكامل ما بين الموانئ عشان نخدم ثلاث حاجات. احنا هنخدم نمره واحد الاستثمار، وطبعا معالي وزيرة الاستثمار معانا، يعني احنا النهارده كل المشاريع الخاصة بالمواني هي مشاريع كثيفة الاستثمار، بتحتاج فورن دايركت انفستمنت عالي جدا، الاف دي اي عالي جدا، فمن هنا احنا هنخدم على الاستثمار، هنخدم على التجارة والصناعة. طبعا معالي الوزير عمرو مهتم جدا بهذا الموضوع، وكل ده بيتم في اطار من البحث العلمي الممثل فيه الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار. وحقيقه انا حقيقه بشكر الدكتور خالد لان هو حقيقه ليه كذا مساهمه معانا في مجال تطور النقل في مصر، مش بس النقل البحري، لان كنا لسه بنتكلم معاه على موضوع ماستر اوف انجينيرنج هنعمله مع جامعه القاهره هيخدم على السلامه والامان بالنسبه للقطاع الخاص بالنقل. ودي يمكن هنعلن عنها في وقتها ان شاء الله مع 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 معالي الوزير. فاحنا ان شاء الله هنخدم على الدوله بالكامل كلها. يعني المواني زي ما بنقول دايما بدايه التنميه او قاطره التنميه او قاطره الاستثمار هي المواني، ودايما لو نتكلم احنا على نقل متعدد الوسائط فلازم نهتم جدا بالمواني، لان احنا النهارده بنتكلم على المالتي مودال ترانسبورت، تفعيل السكه الحديد، تفعيل النقل النهري، التكامل ما بين النقل النهري والنقل السكه الحديد والنقل البري، ده مش هيبتدي غير من المواني. فكان من هنا بتبرز أهمية هذه الدراسة. أنا بأكد تاني على حقيقة نقطة يعني يمكن أذكرها سيادة الفريق، أنا حقيقة بحيي حقيقة وبشيد بشجاعة مركز الدراسات والاستشارات البحرية وعلى رأسهم طبعا الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار في قبول هذا التحدي. إحنا ده تحدي حقيقة اللي إحنا بنتكلم فيه، ده تحدي كبير
استعان حقيقه بمكتب استشاري لسمعته العالميه اللي هو اتش بي سي اللي هو هامبورغ بورت كونسلتنتس مستر بيتر فيلن دانك فور ايريتايل ناما ميت اونس. احنا بالحقيقه بنرحب بمستر بيتر من المانيا. الحقيقه زي ما بقولها ده قبول هذا التحدي ده يعني مهم جدا من حيث الاطلاع بقى بدراسه استراتيجيه متخصصه فيها الكثير من المخرجات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تم اعدادها بشكل جيد يضمن موجبات التطور المنشود على 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 اصعده متعدده. يعني حقيقه انا برضو هنا يعني بحب الفت النظر يعني المهندس مصطفى الديب المستشار وزاره النقل البحري حطينا تيرمز اوف ريفرنس تي او ار. التي او ار ده هو الحقيقه كان في تحدي كبير قبله بكل شجاعه الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار يتضمن الماركت ستادي وده مهم جدا اللي هي دراسه السوق اللي احنا هنعمل ماركت ستادي في هذه الدراسه ودي في منتهى الاهميه اللي احنا مش هنعمل ماركت ستادي فقط. طبعا المستثمرين الكبار قدامنا هنا يعرفوا يعني ايه اهميه هذه الدراسه مش بس دراسه استثماريه للمشاريع لا انما الماركت ستادي للمنطقه كلها للريجن والبيزن بتاع او الحوض بتاع البحر الابيض والحوض بتاع البحر الاحمر. ومن هنا اود ان اذكر الجميع انه بالرغم من احتياجنا لان تكون الدراسه متانيه وواثقه الا اننا نضم صوتنا طبعا لطلب وتوجيه القياده السياسيه اللي هي سياده الرئيس واحنا بنتكلم معاه مع معالي الفريق مهتم جدا بهذه الدراسه لان حقيقه كان المفروض ان احنا الدراسه دي تاخد على الاقل 10 شهور. هو حقيقه سياده الرئيس طلب اختصار المده وده التحدي الاخر وحقيقه برضو بنحيي برضو الدكتور اسماعيل على قبوله هذا التحدي لان ان شاء الله باذن الله احنا يجب ان احنا نعرض المخرج الخاص بهذه الدراسه على سياده الرئيس ان شاء الله زي ما معالي الفريق عارف ان شاء الله على شهر نهايه 10 او نص 11 على اقصى تقدير بحيث ان احنا ما عندناش حقيقه وقت نضيعه كفايه. يعني احنا ضيعنا حقيقه وقت حوالي 40 سنه على الرغم ان كانت وزاره النقل هي اللي كانت مهيمنه على كل المواني ما طلعتش هذه الدراسه قبل كده. اذا وزير النقل وهو يعرض ورشه العمل حول المخطط العام للموانئ البحريه التجاريه 2030 وكيف تبدو هذه الامور وخاصه ان النقل البحري هو قاطره التنميه والاستثمار في الفتره القادمه واهميه التكامل فيما بين النقل النهري وايضا السكك الحديديه من خلال التطوير والاستعانه بمكاتب استشاريه لها دور في هذا الامر. نعود مره اخرى الى الشان السوري حيث فرضت قوات الجيش السوري حصارا على مناطق تحصن المعارضه المسلحه في مدينه درعا والتطورات الميدانيه في الجنوب السوري لا سيما في درعا. معنا هاتفيا من دمشق النائب ماهر الموقع عضو مجلس النواب السوري. سيد ماهر اهلا بك وهنا كيف تبدو التطورات في الجنوب السوري وخاصه في حصار مدينة درعا محاولة إخراج المسلحين المتواجدين التسوية السلمية أو السياسية التي تتم من خلال إلقاء هؤلاء المسلحين لأسلحتهم الثقيلة وبالتالي خروجهم نهائيا من المدينة؟ تحية لك وللمشاهدين ولشعب مصر الشقيق والعظيم. اليوم تستمر قاطرة تحرير و الأراضي السورية من الإرهابيين ومن المجموعات المسلحة التي عاقت فسادا خلال سنوات سبأ ماضية وأدت إلى دمار وخراب علمناه جميعا وتعلمونه جيدا. الجيش العربي السوري والقيادة في سوريا رفعت شعار المصالحات حقنا للدماء وبالتالي طرحت مشروع المصالحة التي تعني أن يقوم هؤلاء المسلحين بإلقاء أسلحتهم والسماح للدولة السورية بأن تعيد سيطرتها على الأراضي السورية التي كانت تسيطر عليها تلك المجموعات. اليوم لم يتبقى إلا القليل من المنطقة الجنوبية من محافظة درعا التي تم تحريرها بالكامل وأنا أؤكد هنا في هذا المجال على أن التحرير كان بسبب تعاون الأهالي الذين كانوا رهائن لدى المجموعات الإرهابية والذين وقفوا إلى جانب الجيش العربي السوري وآزروه في عملية القضاء على هؤلاء الإرهابيين وتلك المجموعات المسلحة. الدولة السورية في طريقين، طريق الاستسلام وإلقاء السلاح وإجراء التسويات والمصالحات وهذا شعار
فتحته الدولة السورية منذ اليوم الأول لهذه الحرب الكونية التي دعت إلى أن يفتح المجال للابن الضال أن يعود إلى الوطن وأن يحافظ على هذا الوطن وأن يحارب الإرهابيين. ومن لم يقبل بهذا فالأمر سيكون تحرير هذه الأراضي وهذا حق للدولة السورية من أجل أن تستعيد السيطرة على كامل التراث السوري. نعم هناك انتصارات تتحقق يوميا وهناك محاولات من المجموعات الإرهابية التي يدعمها الكيان الصهيوني المحتل وتدعمها بعض الأطراف الإقليمية من أجل تحقيق بعض المكاسب التي يمكن أن تحصدها على الطاولة السياسية. هل سيد ماهر هنا يعني هذا التحقيق وهذا النصر ومحاصرة مدينة درعا هل كان يعني ما حققه الجيش العربي السوري من انتصار أو نصر استراتيجي بعد أن سيطر على معبر نصيب الحدود مع الأردن هو الذي مهد لهذا الانتصار وهذا التطويق لمدينة درعا بالكامل؟ مدينة درعا ليست بالكامل بيد المجموعات الإرهابية، جزء من درعا. مدينة درعا بأيدي قوات الدولة ولم تخرج عن سيطرة الدولة خلال السنوات الماضية، وإنما أجزاء من درعا من أطراف من درعا تم سيطر عليها من قبل الإرهابيين، والآن تعمل الدولة من أجل استعادتها. مدينة درعا كمركز وكمحافظة مركز محافظة هي بيد الدولة السورية ولم تخرج عن سيطرة الدولة السورية خلال سنوات الحرب السبع الماضية، وإنما هناك أطراف من درعا أجزاء من درعا هي الآن تسعى الدولة إلى استعادتها، وكثير من تلك المناطق دخلت في المصالحات بتسويات من أجل حقن الدماء السورية. طيب هنا ماذا سيد ماهر عن النازحين الذين خرجوا من مدينة درعا أثناء احتدام القتال؟ كيف يعودون مرة أخرى؟ يعني ما هي الطرق اللوجستية على الأرض لعودة هؤلاء النازحين ويقدر عددهم بالآلاف مرة أخرى إلى منازلهم ومساكنهم في درعا؟ عاد أغلب الذين نجحوا بفعل العمليات العسكرية وبفعل الأعمال الإجرامية التي كانت تمارسها تلك المجموعات الإرهابية على هؤلاء المواطنين. كل المدن والبلدات والقرى في محافظة درعا، وأنا هنا أريد أن أوضح أن محافظة درعا هي عبارة عن مدن متعددة وبلدات متعددة. نعم. وكل المدن والبلدات التي تم تحريرها عاد النازحون إليها وشاركوا فرحتهم مع الجيش العربي السوري وعادوا إلى بيوتهم، والدولة تقوم بتأمين كل الخدمات لهؤلاء من أغذية ومن خدمات طبية وتأمين مستلزمات الحياة، إعادة الحياة إلى تلك البلدان بعد أن حاولت المجموعات الإرهابية أن تقتل إرادة الحياة فيها. لكن هذا الانتصار كان في إعادة هؤلاء، وآلاف النازحين الذين تتحدث عنهم عادوا إلى قراهم وبلدانهم ومدنهم، وهم الآن في تلك البلدان. وأعتقد أن وسائل الإعلام غربية ومحلية وإقليمية أنقل المشاعر الطيبة لهؤلاء الذين أكدوا على أن هؤلاء الإرهابيين الذين احتجزوهم خلال سنوات الماضية كدروع بشرية كانوا يمارسون عليهم أشد أنواع القهر والعذاب، وهم الآن سعيدون بإعادة الدولة سيطرتها على تلك المناطق وتأمين الخدمات لهم. أشكرك إذن من دمشق هاتفيا عضو مجلس النواب السوري النائب ماهر الموقع، أشكرك شكرا جزيلا. يبدأ المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن جريفيث زيارة اليوم إلى الأراضي اليمنية، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مباحثات مع رئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد ابن دغر في عدن بشأن تطورات الراهنة في البلاد. كان جريفيث قد بدأ جولته بزيارة إلى العاصمة السعودية لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين بشأن الأزمة اليمنية. وتكثف الأمم المتحدة عبر مبعوثها حراك دبلوماسي للتوصل إلى حل لوقف هجوم القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي على مدينة الحديدة. ميدانيا وصلت القوات اليمنية بدعم جوي لإطار التحالف العربي تطهير مدينة التحيتة مع تمشيطها عقب تحرير مبانيها وأسواقها من قبضة ميليشيا الحوثي، فيما تتم ملاحقة فلول المتمردين إلى محيط مديرية زبيد بجبهة الحديدة.
وقد تمكنت قوات المقاومة المشتركة من تضييق الخناق على ما تبقى من عناصر ميليشيات الحوثي، وتمكنت مقاتلات التحالف من تدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للحوثيين بجنوب مديرية التحيتة، فيما صارت المعارك دائرة بالمنطقة عن مقتل عشرات الحوثيين. في العراق تبدأ اليوم عمليات فرز وعد أوراق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة بالعاصمة بغداد، وتشمل هذه الإجراءات صناديق الاقتراع المطعون عليها في 6 محافظات، ومن جهة أخرى تسود مخاوف في الشارع العراقي حول شرعية العملية الانتخابية، خاصة بعد تسريبات تفيد بتباين كبير في نتائج الفرز في محافظة كركوك. بترقب وقلق يتابع الشارع العراقي عملية إعادة فرز أوراق الاقتراع يدويا بعد شكوك ومخالفات شابت العملية الانتخابية التي جرت في شهر مايو الماضي. ففي كركوك أولى المحافظات التي شهدت عمليات إعادة العد والفرز، أكدت قوة تركمانية أن نسبة الاختلاف في النتائج تراوحت بين 50 إلى 70% في عدد كبير من المراكز الانتخابية لصالح المرشحين العرب والتركمان، بينما تراجعت أصوات قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني التي تمثل المكون الكردي. وفي بغداد تبدأ بعد ساعات فرز أوراق الاقتراع الخاصة ب6 محافظات جنوبية، جاءت غالبية نتائجها لصالح قائمتي سائرون بقيادة مقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري. وبعد هذه المؤشرات اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أن الانتخابات باتت مهزلة كبرى وجريمة في حق الشعب العراقي، وأشار إلى أن نسبة التزوير التي أظهرتها عمليات العد والفرز اليدوي حتى الآن أفقدت العملية السياسية ما تبقى لها من مصداقية لدى العراقيين والمجتمع الدولي. وبحسب مراقبين فإن الفوارق بين النتائج المعلنة ونتائج العد والفرز اليدوي تبين أن عملية تشكيل الحكومة ستطول كثيرا، خاصة إذا تمسكت الأحزاب الخاسرة بخيار الطعن أمام المحكمة الاتحادية والمطالبة بإعادة فرز جميع أوراق الاقتراع في عموم العراق. هذه الساعة الإخبارية لا تزال مستمرة، وبعد فاصل قصير نعود لنستكمل الأخبار، انتظرونا. أهلا بكم من جديد، نواصل تقديم الأخبار. بحث وزير خارجية سامح شكري مع نائب الرئيس الصيني وانغ تشيتشان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والصين وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. أشار شكري إلى الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصينية في جهود التنمية المصرية، خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحطات توليد الطاقة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس. وقد أكد نائب الرئيس الصيني على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد عدة لقاءات ما بين رئيسي البلدين بمناسبات مختلفة، حيث أن هذه الفعاليات تمثل فرصة طيبة نحو مزيد من تعزيز العلاقات فيما بينهما. عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي في جدة. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي، خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره، وعقب الاجتماع وقع الجانبان اتفاقية تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية. في الأردن، حيث صرح رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن العاهل الأردني عبد الله الثاني وجه بترسيخ عقد اجتماعي جديد واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات. أوضح الرزاز في البيان الوزاري للحكومة الذي ألقاه أمام مجلس النواب أن هذا العقد سيرسم شكل العلاقة ما بين المواطن وحكومته ويستند للدستور. ووجهنا ثانيا إلى ترسيخ عقد اجتماعي جديد واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، يرسم شكل العلاقة بين المواطن والحكومة ويستند إلى الدستور ويعزز دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة. الحكومة ستضع الأولويات عبر آليات شراكة حقيقية تعبر عن هموم المواطن وآمالهم وتطلعاتهم، وتضع آليات للتنفيذ وبرنامج عمل زمني ضمن الموارد والقدرات المتاحة، ومكاشفة وشفافية حول مدى الإنجاز تتيح للمواطن المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية وصنع القرار عبر اختياره لممثليه على المستوى المحلي
والمستوى الوطني. قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إن إثيوبيا وإريتريا ستطوران معا موانئ إريتريا على البحر الأحمر، وذلك بعد يوم من لقاء زعيمي البلدين واتفاقهما على تطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب بين البلدين والتي استمرت لعشرين عام وبدء عهد جديد من السلام والصداقة. وضافت هيئة الإذاعة أن الزعيمين اتفقا خلال اجتماعهما على استعادة العلاقات واستئناف الرحلات الجوية وعمليات النقل والاتصالات بين البلدين، كما اتفقا على المشاركة في تطوير الموانئ. كما اتفق الطرفان على التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني لخدمة وتطوير مصالح شعبيهما. أعلنت مصادر بالأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم في أديس أبابا بعد يوم من إعلان إثيوبيا وإريتريا نهاية لأزمة عسكرية استمرت لنحو 20 عاما. أعلن أبي ورئيس إريتريا إسياس أفورقي أمس أن البلدين اتفقتا على إعادة فتح سفارة كل منهما في عاصمة البلد الأخرى. يؤدي رئيس تركيا رجب طيب أردوغان اليوم اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة إذانا بدخول الجمهورية التركية عصرا جديد يؤسس له حكم مطلق لرئيس طبقا للدستور الجديد. وقد أعلن أردوغان أنه سيختار وزراءه من خارج البرلمان، كما أصدر مرسوما يقضي بإلغاء الإشارة إلى منصب رئيس الوزراء، وذلك في سابقة لم تحدث منذ تأسيس الجمهورية التركية. ظل الله على الأرض عبارة كتبت على جدران قصور الحكم العثمانية، لكنها ترجع صداها بعد ما يقرب من قرن من تأسيس الجمهورية. وما أشبه اليوم بالبارحة، فالرئيس التركي حقق غايته في أن يصبح الحاكم الأوحد وبدأ رجعا جديدا. أردوغان أعلن أنه سيختار وزراءه من خارج البرلمان الذي لا يحق له حتى أن يرفض هذه الاختيارات، الذي أصبح بلا صلاحيات حقيقية بعد أن انتزعها منه الدستور الجديد لصالح الرئيس. ولكن الأغلبية الضئيلة التي فاز بها أردوغان وحزبه في الانتخابات الأخيرة مع نسبة الإقبال المرتفعة على التصويت تشير إلى أن طريقه لن يكون مفروشا بالورود، فلا يزال بمقدور المعارضة إن اتحدت أن تضع العراقيل في طريق تنفيذ رؤيته التي تعتمد بالأساس على الاقتصاد. الخطة التي يعتمد عليها هي إعادة هيكلة الوزارات الاقتصادية وإيجاد كيانات جديدة تعمل على محاربة البيروقراطية وإسراع وتيرة النمو الاقتصادي لتعزيز حلم الخلافة. ويصر أردوغان على مداعبة خيال الأتراك بالحنين للماضي وحلم الخلافة القوية المدعومة اقتصاديا، لكنه خيال حق يراد به باطل، فكثير من المراقبين يرون أن أردوغان لا يريد الحصانة من أجل تحقيق حلم الدولة العظيمة، وفي حقيقة الأمر هو لا يهتم باسم نظام الحكم سواء خلافة أم رئاسة، ولكن ما يعنيه هو التمتع بصلاحية لم يمتلكها سلاطين وخلفاء الدولة العثمانية للهروب من أي مساءلة قانونية مستقبلا بشأن وقائع الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان أو التورط مع تنظيم داعش الإرهابي. ويبقى مستقبل النظام الجديد رهنا بمدى رضا المواطن عن التحول في بلاده، خاصة وأن التعويل على ضغوط من جانب المعارضة هو رهان خاسر حاليا لما تشهده من انقسامات عميقة ومصالح متضاربة، كما أن الضغوط الخارجية أثبتت أنها تأتي بنتائج عكسية، ففي كل مرة استطاع أردوغان أن يستغل هذه الضغوط للظهور بصورة الحاكم القوي في وجه الأعداء. نبقى في تركيا، حيث قال مصدر أمني تركي إن حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بشمال غرب البلاد بلغت أكثر من 320 قتيلا ومصابا. قال المصدر إن الحصيلة بلغت نحو 24 قتيلا وأكثر من 300 مصاب في حادث القطار في ولاية تيكرداك بشمال غربي البلاد، وأشار إلى وجود جرحى في حالة خطرة. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة مفاجئة لم يتم الإعلان عنها مسبقا. كان بومبيو قد قام بجولة خارجية شملت الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، حيث بحث القضايا الإقليمية ونزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.
هذه الساعة الإخبارية لا تزال مستمرة، وبعد فاصل قصير واصل الأخبار، انتظرونا. أهلا بكم من جديد، نواصل معكم تقديم الأخبار. أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن حق امتلاك إشارة البث بالبلاد هو حق أصيل لها طبقا للقانون منذ نشأة الإذاعة والتلفزيون، وهو حق مستمر في ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري. قالت الهيئة أن القانون رقم 13 أعطى الحق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بتولي شؤون الإذاعة المسموعة والمرئية في البلاد، وأناطت به دون غيره إنشاء وتملك محطات للبث الإذاعي المسموع والمرئي، مشيرة إلى أن هذا الدور والحق الأصيل ممتد للهيئة الوطنية للإعلام، وهي صاحبة حق إشارة البث في كافة المحافظات. قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن كنترولات الثانوية العامة ستنتهي اليوم من تصحيح كراسات الامتحانات في جميع المواد تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية للنتيجة تؤكد ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي. وأوضحت المصادر أن الكنترولات ستبدأ أعمال المراجعة وتجميع الدرجات غدا، مضيفة أن أعمال المراجعة تحتاج من 3 إلى 4 أيام كي يتم الانتهاء منها. تنفذ محافظة الجيزة حملات يومية لإزالة العقارات المقامة دون ترخيص، لا سيما تلك المقامة في حرم الطريق الدائري ومحور 26 يوليو. للمزيد ينضم إلي مفاد أون لايف المرافق لحملة الإزالة الزميل أحمد فرج. أحمد أهلا بك، ما الذي يدور لديك وأنت مرافق لحملة الإزالة لإزالة العقارات المخالفة؟ أرحب بك. بالفعل يعني حملة الإزالة هذه التي تبدأ أعمالها منذ الساعات الأولى لصباح كل يوم مستمرة، أو بدأت منذ أسبوعين، وذلك لرفع العقارات المخالفة هنا في منطقة، تحديدا في الآن بيتم العمل في منطقة البراجيل أو سيم، ويعني العمل منذ أسبوعين كما تنقل لك الصورة من خلفي. يعني العقار هذا الذي في الخلفية هو بيتم رفعه بالكامل، ولكن إزالته بالكامل. هناك بعض العقارات بيتم إزالة أدوار خاصة بها، ولكن هذا العقار سيتم إزالته بالكامل، بيتم الإزالة تباعا. اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة بيقوم بجولة في هذه المنطقة، لابد طبعا من تواجد لعدد من قوات الشرطة المتواجدة لتأمين عملية الإزالة، وأيضا القوات المسلحة التي تتواجد على مقربة من عمليات الإزالة. حتى الآن تم رفع قرابة 46 قرار إزالة، متبقي في منطقة البراجيل بأوسيم حوالي 11 قرارا لم يتم يعني العمل فيهم حتى الآن. ولكن معنا للتعرف على مزيد من التفاصيل الخاصة برفع العقارات وحملات الإزالة هنا على حرم الطريق الدائري، سيادة اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، برحب بك يا فندم. أهلا بك، إزاي؟ عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل حملات الإزالة الخاصة بحرم الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وفي المحافظة بشكل عام. وطبعا المخالفات الأيمن وأيسر محور 26 يوليو دي اللي بتمثل خطورة شوية، معروف إن دي أراضي زراعية من زمان، من سنين طويلة، وبدأ المواطنين يتعدوا بالبناء على أرض زراعية نمرة 1، مخالفة قانون البناء لأنه باني بدون ترخيص نمرة 2، فبالتالي دي بنتعامل معاها بكل حسم، وبيتم إزالة كافة العقارات الغير مأهولة بالسكان في نطاق أيمن وأيسر محور 26 يوليو. ودي بتبقى الجزء الأولاني القادم من ميدان لبنان تجاه أكتوبر، جزء بسيط تبع مركز ومدينة أوسيم، واغلب يمين وايسر محور تبع مركز ومدينه كرداسة، الاثنين شغالين قطاع امن الجيزه.
إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل أحمد فرج موفد أون لايف إلى محافظة الجيزة، والذي كان يرافق في هذا اللقاء سيادة اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة أثناء تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة في المحافظة محافظة الجيزة وكذلك على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو. طب إذن يبدو أنه عاد إلينا الزميل أحمد فرج، نعود إليه مرة أخرى. يبدو أننا مرة أخرى فقدنا اتصالنا بالزميل أحمد فرج. على كل حال شكرا له وشكرا لمحافظ الجيزة. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة اختطاف طفل قبل أيام من أمام مسكنه في مدينة الشروق وإعادته لأهله، وقد تم ضبط 7 من المتهمين بخطف الطفل. لقطات حية رصدتها إحدى كاميرات المراقبة لواقعة خطف طفل من أمام مسكنه بالشروق، فمنذ هذه اللحظة لم تهدأ الأجهزة الأمنية لتحريره وضبط الجناه. 5 أيام مرت على واقعة الخطف، نجحت خلالها الأجهزة الأمنية في تجميع خيوط القضية، وتوج الجهد بهذه اللحظة الحاسمة التي أحضرت فيها القوات الخاصة الطفل سالما ليعود إلى أحضان أهله، وتجمعهم هذه الفرحة الكبيرة بعودته والتي انتظروها، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في الأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى للإبلاغ في قدرتها على إعادة الطفل. ده معناه ان احنا خلاص بقينا في عصر جديد جدا مليان محبة. الناس كلها لما كنا بنتعامل معاها كانوا بيقولوا ده ابننا، من فضلكم اهدوا، والحقيقة هدوءهم كان بيهديني انا شخصيا. انا كنت متكل على ربنا طول الوقت وعارف ان ربنا هيدي ويرشد وهو اللي هيحافظ كمان على الولد. ما كانش عندي أدنى شك إنه رب البيت هيجيبوا البيت. المجهودات اللي عملوها معانا وسط الخمس أيام اللي فاتوا، الناس ما كانت ما بتنامش ما بتسيبش البيت، على طول في حركة، على طول استجوابات. مجهودهم صراحة ما نقدرش ننكره في أي حاجة، مجهودهم معانا بشكر ربنا وبشكرهم طبعا على كل المجهود اللي عملوه، وكنت متأكدة إن هم بيدوروا عليه زي ما إحنا بندور عليه، زي كأنهم ابنهم بالظبط. والأمن والقوات الخاصة بصراحة ورجال الشرطة اللي ما كانوش بيناموا وكانوا بيفضلوا بيواصلوا الليل بالنهار وما كانوش وتحملوا رزالتنا فعلا، لأنه احنا كنا في وقت عصيب، فكنا حاسين ان هم اهلنا. الحمد لله انه مصر امان، احنا مرينا بمحنة لكن عدت والحمد لله، والاوقات بتمر، الاوقات صعبها وحلوها بيمر. نشكر ربنا ان ابننا رجع لنا سليم، وبنشكر كل من ساهم بمجهود كبير او صغير. نشكر ربنا على نعمته ومحبته. جهد لم يقتصر على إعادة الطفل سالما، فقد قامت فرق البحث المشكلة من مديرية أمن القاهرة والأمن العام والأمن الوطني بتتبع الجناه لضبطهم، ونجحوا بالفعل في ذلك، حيث قاموا بالخطف بهدف طلب مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، إلا أنهم لم يهنأوا بالمبلغ المالي، فقد داهمتهم الأجهزة الأمنية بأماكن اختبائهم، ونجحت في ضبطهم والمبلغ المالي كاملا، والسلاح المستخدم في الواقعة، والسيارات التي استخدموها في جريمتهم. لتؤكد هذه القضية من جديد قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل السريع مع العناصر الإجرامية وأي خروج عن القانون، ففي الوقت الذي تناولت فيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذه القضية بالتحليل والمناقشة، كانت هناك أجهزة أمنية تعمل في صمت حتى وصلت إلى هذه النتيجة الناجحة من ضبط الجناه لينالوا عقابهم وإعادة الطفل المختطف سالماً. ابتكر فيليب فرينزل طالب بجامعة آلين الألمانية غطاء يحافظ على الهواتف من التعرض للكسر. رغبة في حماية الهواتف المحمولة، ابتكر فيليب فرينزل طالب بجامعة آلين الألمانية غطاء يحافظ على الهواتف من التعرض للكسر. ويتكون الغطاء من أطراف خفية وأجهزة استشعار لحماية الهاتف المحمول، ففي حالة تعرضه للسقوط فإن أجهزة الاستشعار تدفع الأطراف للخروج من مكانها بحيث ترتطم هي في الأرض بدلا من الهاتف نفسه. حصل فرينزل على الجائزة الأولى من الجمعية الألمانية للميكاترونكس لحالة هاتفه بالإضافة لبراءة اختراع عن تصميمه. ويذكر أن الغطاء الجديد ما زال في مرحلة التطوير وليس متاحا للبيع، كما أنه يعمل بفاعلية فقط في حالة سقوط الهاتف على أرض مستوية.
والآن مع وقفة في أخبار الاقتصاد. زميلة ولاء غانم لديها كل التفاصيل. شكرا معك. شكرا. أهلا بكم مشاهدين الكرام. أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية إيني عن كشف نفطي ثان جديد في حوض فاغور بالصحراء الغربية. وكان الرئيس التنفيذي للشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي قد أكد قبل أيام من الكشف الجديد أن هناك إمكانيات وتكوينات جيولوجية جديدة في مصر. وكانت نفس الشركة قد اكتشفت حقل غاز ظهر في 2015 والذي يعد أكبر حقل غاز مصري تم اكتشافه. نجح قطاع البترول في إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الشهر الجاري في 6 مدن ومناطق جديدة بمحافظات الجمهورية في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي لمختلف المناطق بمحافظات مصر وإحلاله محل البوتاجاز. وجه وزير البترول المهندس طارق الملا شركات توصيل الغاز بضرورة تكثيف الجهود والتواصل المباشر مع المواطنين للاستفادة من المبادرة الخاصة بتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء مع جاهزية المناطق للتوصيل وانتهاء تنفيذ شبكات الغاز التي تم ضخ استثمارات لتنفيذها. هذا وقد رصدت كاميرا أون لايف جهود وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي لخمسين ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. بقدر معاناة المواطنين محدود الدخل لسنوات طويلة مع اسطوانات البوتاجاز، تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى إنهاء هذه المعاناة مستقبلا، وتحديدا هنا في وحدات الإسكان الاجتماعي بتوصيل الغاز الطبيعي لخمسين ألف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، وهو المشروع الذي سيتم الانتهاء من العمل به مع نهاية هذا العام 2018. بدأ من محافظة الشرقية، احنا طبعا كشركة قبضة بدأنا في محافظة الشرقية من 1999 لبعض مدن ومراكز محافظة الشرقية زي بلبيس وابو حماد والعاشر من رمضان والزقازيق، وإجمالي عدد العملاء اللي تم توصيلهم حتى الآن 171 ألف عميل. بدأ قرار رقم 90 لسنة 2017 مجلس الوزراء للإسكان الاجتماعي بالنسبة للعاشر، تم توصيل حوالي دلوقتي في العاشر 660 عميل من إجمالي 50 ألف عميل. شركة سينا الغاز هي أحد شركات قطاع البترول اللي تم صدر قرار رقم 90 سنة 2017 بتكليف شركة سينا الغاز بتوصيل 50 ألف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان فيما يخص وحدات الإسكان الاجتماعي. 71 مليون جنيه هي إجمالي تكلفة أعمال توصيل الشبكة الأرضية للغاز لكل وحدة سكنية، إلى جانب توصيل الغاز إلى 660 عميلا مستهدفا بهذا المشروع حتى الآن. احنا تعاقدنا مع شركة بتاعت الغاز من تقريبا من 3 شهور، وهم بدأوا فعلا تركيب خارجي وداخلي من شهر ووصل من أسبوع بالظبط. الغاز لسه وصل امبارح، بس المواسير كانت داخلة من قبل رمضان، يمكن كان على الأنابيب. احنا اتبهدلنا على أساس ان كان ممكن تقطع في أي وقت بالليل بدري، فبنبقى محتاسين بيها. لكن دلوقتي طالما الغاز اشتغل خلاص ما بناش محتاجين ان احنا نفكر ان احنا الانبوبه تفضى او اي حاجه. انجزوا شغلهم كويس في فتره بسيطه وتمام التمام وكويس. التوسع في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خطوة تنموية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك المنتجات البترولية ورفع المعاناة عن المواطنين. تفقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزير المالية الدكتور محمد معيط مركز خدمات المستثمرين بالوزارة، وأشاد معيط بالخدمات التي يقدمها المركز وإجراءات التأسيس والمسكن والتي تساهم في التسهيل على المستثمرين، وطالب العاملين في المركز بإزالة أي معوقات تواجه الاستثمار. وأكد المسؤولون بمركز المستثمرين أنهم قاموا بإصدار أكثر من 4500 بطاقة ضريبية لتأسيس شركات جديدة وفقا لقانوني الاستثمار والشركات منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمركز فبراير الماضي، حيث يستغرق إصدار البطاقة الضريبية الممغنطة في مركز خدمات المستثمرين دقيقة واحدة.
وقعت محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون لتطوير منطقة الموارد بحي السيدة زينب ونقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكني بمنطقة مثلث مسبيرو، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان. من جانبه قال الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان أن الطرفين اتفقا على تطوير منطقة الموارد بحي السيدة زينب في إطار رؤية استعادة العاصمة لمكانتها، فيما أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الالتزام بالتنسيق مع الهيئة لتطوير منطقة مثلث مسبيرو وإنشاء مشروع مشترك كمنطقة خدمات بنسبة 50% لكل منهما. شكرا للمتابعة مرة أخرى، إلى رغدة وحسان لاستكمال النشر، إليكما. شكرا لك. ولا تداعيات خروج بعض المنتخبات أيضا وفوز منتخبات أخرى، تفاصيل كثيرة مع بسمة سعد. أهلا بك بسمة، إليك أخبار رياضة. أهلا بك حساني، شكرا. شكرا رغدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة الرياضية السريعة، حيث خاض منتخب بلجيكا حصة تدريبية في إطار الاستعداد للقاء فرنسا في نصف نهائي كأس العالم. تأهلت بلجيكا للمربع الذهبي في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986 بفوزها بهدفين لهدف على البرازيل على ملعب كازانارينا. تلقى لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا تكريما خاصا برسم جدارية له إلى جانب ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وكريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال في مركز مدينة كازان الروسية. ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا تظهر جداريات للنجوم الثلاثة بالمدينة التي تستضيف بعض مباريات كأس العالم. وأشارت الصحيفة إلى أنه في العادة لا توضع صور اللاعبين مثل مودريتش بجانب آخرين فازوا بالكرة الذهبية مثل ميسي ورونالدو، لكن ذلك جاء عرفانا بما قدمه للمنتخب الكرواتي وقيادته للنصف النهائي. قدم البريطاني لويس هاملتون سائق سيارة فورمولا 1 دعمه للمنتخب الإنجليزي المتأهل لنصف نهائي كأس العالم بطريقة خاصة. نشرت صحيفة دي سان الإنجليزية صورة لسيارة فريق مرسيدس التي كان يقودها لويس هاملتون في سباق الجائزة الكبرى في بريطانيا، حيث حملت شعارا لدعم منتخب بلاده لكرة القدم. كتب هاملتون على السيارة It's coming home، وهي الجملة التي اشتهر بها الإنجليز أو اشتهرت بين الإنجليز منذ انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا. قال الإنجليزي بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا سابقا إن منتخب بلاده تأثر كثيرا بما فعله بيب غوارديولا في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين. وأضاف سكولز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، أضاف أن جاريث ساوثغيت مدرب الإنجليزي يشاهد طريقة عمل بيب وذهب لتدريبات ليرى كيف يتم إنتاج هذا النوع من كرة القدم، لهذا هناك تأثير واضح من غوارديولا على المنتخب وهو ما يظهر من حركة اللاعبين وحراس المرمى. يعيش فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل لحظات عصيبة بعد تسببه في خروج سامبا من منافسات كأس العالم. سجل فرناندينيو هدفا بالخطأ في مرمى ليساهم في فوز بلجيكا على البرازيل بهدفين لهدف، وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن لاعب الوسط البرازيلي تعرض لهجوم عنصري شديد من جماهير بلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى حد العنصرية وتطور الأمر لتهديده بالقتل. وصل تيتي مدرب البرازيل ومعه عدد من لاعبي المنتخب إلى مطار ريو دي جانيرو، وكانت البرازيل من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، لكنها ودعت من ربع النهائي إثر خسارة بهدف لهدفين على يد بلجيكا في مدينة كازان، في حين فضل عدد من اللاعبين البقاء في أوروبا للانضمام إلى معسكرات أنديتهم قبل بدء الموسم الجديد. قال كازيميرو نجم المنتخب البرازيلي إنه يأسف للخروج من كأس العالم دور الثمانية، وأكد لاعب وسط ريال مدريد الإسباني إنه قبل عامين كان هناك شكوك حول إمكانية وصول البرازيل للمونديال، أما الآن فصار هناك منتخب قوي قادر على تحقيق الطموحات.
وهناك الكثير من الأمور الإيجابية التي تحققت في الفترة الماضية والتي لابد من البناء عليها والعودة للمحاولة مرة أخرى. على الرغم من صدمة الخروج الصعب للمنتخب البرازيلي، إلا أن الاتجاه لدى الاتحاد البرازيلي للعبة هو تمديد عقد المدير الفني تيتي. وقال أحد أعضاء الاتحاد في البرازيل لصحيفة أو استادو إن تيتي مستمر ولا يوجد نقاش بهذا الأمر على الإطلاق، ومن المفترض أن ينتهي عقد تيتي نهاية يوليو الجاري، ولم يعلن عن قراره بشأن مستقبله بعد مباراة بلجيكا الأخيرة. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الرياضية السريعة، وعودة مرة أخرى إلى رغدة وحساني إليكم. شكرا لك بسمة. شكرا بسمة، إلى هنا تنتهي معكم هذه الجولة الإخبارية المفصلة، ونذكركم بأهم ما عرضنا. المعارضة المسلحة في درعا تحت حصار القوات السورية وسط تواصل الاستعدادات للسيطرة على كامل المدينة. مقتل عشرات الحوثيين في معارك بمديرية التحيتة، وقوات الجيش تواصل تمشيط المناطق المحررة. وشكري يواصل نشاطه الدبلوماسي في بكين، ويبحث مع نائب رئيس العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. هذه الساعة الإخبارية. شكرا رغدة، وشكرا لكم، وإلى ملتقاكم.